1, 2, 3, 4. هلا، برافو عليك. هلا، برافو، تفضلي، يعطيك العافية. هلا، تعيشك إليسا. تأكد وحال ميكرو. طيب اليوم إليسا، إليسا طبعا أنت أثنيتي قبل كذا على مرونة صوت هالة، كيف كانت اليوم على المسرح؟ اليوم بدي أقول لها عزمة على عزمة. لا ما في شك، هلا يعني يا ريت كل حدا بيكون عنده صوت كبير وصوت حلو وصوت بيفوت على القلب مثل صوت هالة بيقدر ينجح بالضمان الفني، لأنه صعب كتير حتى لو شخص عنده صوت يقدر ينتشر، لأنه دايما بيبقى فيه أوائل ناس بيتوفقوا ناس لا. يعني بتمنى لهالة أنه تقدر من وراء، يعني من وراء قوة الصوت وإحساسها، أنه تقدر تعمل كاريير كبيرة لأنه عندها كل شيء. برافو هالة، أنا كتير فخورة فيك. شكرا لك إليسا. هالة تتمنى أنها توصل صوتها للعالم كله من جديد على هذا المسرح. أنا كمان عايز أضيف على صوت وإحساس هالة، لأنه إحنا تكلمنا عنه كتير الحقيقة النهاردة. كمان أنا بزيد ثقة هالة في نفسها النهاردة. هالة واقفة بتغني واثقة جدا في نفسها، وأنا الحقيقة والأول مرة هقولها إنه لو هالة بقت أحلى صوت أنا هكون مبسوط. شكرا لك يا حمائي. هالة تتمنى فعلا أنها تكون أحلى صوت وتغني مرة جديدة على هذا المسرح. صوتوا لها ورقمها 5.